النهاردة شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع بإجمالي تكلفة 544 مليون جنيه بين كل من وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سماف، وده بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع. قام بالتوقيع المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس عبد الرحمن حسين رئيس مصنع سماف. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان ملف تطوير السكك الحديدية من الملفات المهمة اللي اشتغلت عليها الحكومة، لان النهوض بالمنظومة دي مهم جدا في ظل طبعا ارتفاع الاسعار، لانها بتعتبر الوسيلة الاقل تكلفة شوية وبتربط مختلف المحافظات ببعضها وبتساهم في نقل اعداد كبيرة جدا من المواطنين والبضائع، ده بيدفع لحركة التجارة الداخلية للامام. وزير النقل قال انه التعاقد ياتي في اطار خطه وزاره النقل لتدعيم الهيئه القوميه لسكك حديد مصر بنحو 800 عربه خاصه بالبضائع، وهتكون دي في الفتره القادمه. المرحله الاولى 140 عربه، وده يهدف لزياده المنقول من البضائع عبر السكك الحديديه لتخفيف الاعباء على الطرق وزياده العوائد الماليه لهيئه السكك الحديديه. معانا مين على التليفون؟ أستاذ محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل. مساء الخير يا فندم. طيب التليفون انفصل، هنحاول ان احنا نرجع له تاني، لكن احنا ما زلنا برضو بنتاكد انه تطوير هذه المنظومه اكيد بيساهم، خصوصا زي ما قلنا انه الاسعار كتير، ناس كتيره جدا بتعتمد على القطارات ووسائل النقل في السكك الحديد لانها تتنقل من مكان لاخر لانها قليلة التكلفة وكمان هتوصلهم للمكان اللي عايزين. رجع لنا أستاذ محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل. مساء الخير أستاذ محمد. مبروك على الصفقة الجديدة، وكلمنا على خطة وزارة النقل لتطوير هذا القطاع الهام. أولا وزارة النقل اليوم قامت بتوقيع عقد 140 عربة سكة حديد بين السكة الحديد والهيئة العربية للتصنيع. شهد العقد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة بتكلفة 544 مليون جنيه. الوزارة لديها خطة واضحة ولتعظيم دور نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة عوائد السكة الحديد باستخدام تلك العوائد في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور. نحن نهدف إلى أن يكون المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022 بإذن الله 25 مليون طن. لذا كان هذا التعاقد اليوم مرحلة أولى ونستكمله بإذن الله خلال الفترة المقبلة ليتم التعاقد على 800 عربة لنقل البضائع. ليس فقط العربات، ولكن ايضا تم التعاقد على 100 جرار سك حديد مع جنرال الكتريك الامريكيه لتوريد هذه الجرارات لاستخدام بعضها في نقل البضائع لزياده قوه الجر وزياده المنقول من البضائع. ايضا هناك تمويل من البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه الاي بي ار دي للحصول على 100 جرار اخرى ايضا يستخدم بعضها لنقل البضائع عبر السكك الحديدية. لأن منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية سوف تساهم في زيادة عوائد السكك الحديدية لما يمكن استخدامه في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. احنا طبعا عارفين ان ده هيكون ليه مردود ايجابي جدا على حركة التجارة الداخلية وعلى الاقتصاد. نعم. طبعا نعم يا فندم، لان مع تقليل الدعم على البنزين وتعليل الدعم على المحروقات سوف يتم الاتجاه الى نقل البضائع عبر السكك الحديديه ونقل النهري، مما يؤدي الى تخفيض تكلفه النقل وبالتالي مما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المواطن المصري. طيب هل هيكون في زياده في اسعار التذاكر في ظل التغيرات او خطه وزاره النقل للتحديث؟ عايزين حضرتك تطمننا برضو. لا حديث عن مثل هذه الزيادات في هذا الوقت، ولم يتم التطرق إليها مطلقا ولم نتطرق إلى مثل هذه الزيادات. نحن نركز حاليا في شيء واحد فقط في السكك الحديدية، هو تحسين الخدمة المقدمة للركاب
ولكن لا زيادات في الوقت الحالي للسكك الحديديه. طب الحمد لله، طمنتنا استاذ محمد. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ محمد عز المتحدث باسم وزاره النقل، شكرا لوجودك معنا في صوت الناس.